أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذه عودة للصحفي أحمد الجميلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ما حقيقة الإنزال الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام، وما السبب لقيام القوات الأمريكية بهذا الإنزال بهذا التوقيت؟ نعم أخي، يعني هو كما معلوم القوات الأمريكية تتواجد عند المناطق الحدودية في غرب العراق، وتحديدا في قاعدة التنش المحاذية للحدود العراقية السورية، وكذلك لهم تواجد كبير في قاعدة عين الأسد في حديثة. فبالتالي هنالك نشاط أمريكي مستمر في هذه المناطق، هنالك تحريق كثيف ومستمر للطيران الأمريكي بمختلف أصنافه المسير وغير المسير. نعم. وللقوات الأمريكية يعني نشاطات عسكرية حدثت سابقا وما زالت تحدث تقريبا كل يوم، تتراوح ما بين عمليات قصف محددة لأهداف تقول أنها أهداف تابعة لعناصر داعش في عمق الصحراء في غرب الأنبار. نعم. وأيضا هنالك عمليات عسكرية مثل عمليات القصف المحددة والمركزة التي استهدفت سابقا قوافل لشاحنات كانت تنقل مواد غير معلومة بالنسبة للجانب العراقي. نعم. ولكن الجيش الأمريكي أكد في بيانات أن هذه الشاحنات كانت تنقل أسلحة مخبأة تحت بضائع مرسلة من ميليشيات عراقية، ميليشيات الإيرانية والعراقية المتواجدة في سوريا. إذا أحمد، عفوا، ممكن أن نقول فإن أنه هنالك نعم ممكن أن نقول أن هذا الإنزال هو عملية يعني استهداف مباشر لخط التهريب للأسلحة التي تقوم بها الميليشيات ما بين سوريا والعراق، استهداف مباشر يعني. نعم، هذا يعني استهداف مباشر. وربما نحن اليوم أمام يعني صفحة جديدة من النشاط العسكري في العراق. يأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة من تأكيد السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي من أن القوات الأمريكية باقية في العراق ولديها مهمات تتعلق بالأمن العراقي وكذلك الأمن القومي الأمريكي والدولي، وهي بذلك ربما تشير إلى تصاعد نشاطات الميليشيات الإيرانية والعراقية عبر الحدود. نعم. باتجاه سوريا، وأيضا في إشارة إلى تصاعد لتحركات داعش في عمق الصحراء في غرب العراق. أما عن حادثة الإنزال فإن لحد الآن الإعلام العراقي لم يتطرق لهذه الحادثة أبدا إلا عبر مصادر من الحشد العشائري كانوا قد أشاروا وعبر شهود عيان. نعم. من أن طائرات أمريكية نفذت إنزالا في عمق الصحراء في غرب العراق، لكن لم يحددوا ما هي أهداف هذا الإنزال، هل استهدف عناصر لداعش أم أنه كان إنزالا من في إطار تدريبات عسكرية، أو أنه إنزال كان يستهدف استرجاع طائرة مسيرة كان قد فقدها الجيش الأمريكي في الصحراء. إذا أحمد، هذا الإنزال ليست هناك معلومات عن اعتقال أشخاص معينين وفق ما وقع اليوم. نعم، لحد الآن كما أشرت لم تعلن المصادر الأمنية المحلية في الأنبار عن أي عملية اعتقال، وما زلنا بانتظار الجانب الامريكي من اجل ان يؤكد او ينفي ان هنالك انزال حصل في الصحراء. لكن كما اشرت هنالك مصادر يعني قليله في الحقيقه من الحشد العشائري كونهم ينتشرون في تلك المناطق، وهو الحشد التابع لعشيره الجغايكه وكذلك لعشيره البحيات والعبيد في تلك المناطق، وهي عشائر عربية سنية انخرط أغلب أبنائها في الحشد العشائري. كانوا قد أشاروا وليس اليوم في الحقيقة، كانوا أشاروا سابقا أيضا
إلى أن القوات الأمريكية تنفذ باستمرار عمليات إنزال في الصحراء غرب العراق. طيب ماذا عن طبيعة تحركات القوات الأمريكية داخل محافظة الأنبار؟ هل هناك أي تغيير على تحركاتها؟ في الحقيقة يعني هنالك تقارير يعني صدرت قبل عدة أيام، ربما الشهر الماضي، كانت قد أشارت هذه التقارير إلى أن القوات الأمريكية تعمل وبالتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة على إبعاد سيطرة الميليشيات عن الشريط الحدودي مع سوريا. نعم. كما تعلم القوات الأمريكية تتواجد في قاعدة التنك، وهي قاعدة مجاورة ومنافقة للمعبر الحدودي العراقي مع سوريا، وتلك المناطق تشهد حركة نشطة ومستمرة لميليشيات عراقية تنتقل عبر عربات عسكرية تحمل لوحات حكومية ما بين العراق وسوريا. نعم. وتنقل مواد غذائية ومواد لوجستية وكذلك أسلحة للميليشيات المتواجدة في سوريا. إذا القوات الأمريكية تنوي الانخراط في هذا المشروع، وهو إبعاد سيطرة الميليشيات عن الشريط الحدودي وفرض سيطرتها على تلك المناطق بموافقة ومساعدة وعلم الحكومة العراقية الحالية. الصحفي أحمد الجميلي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.